في حاجة اسمها لمسة محبة. لمسة محبة حلوة. لمسة محبة دي في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، احنا معانا حقيقة حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا يا رب يكون عندنا وقت نعملهم كلهم ان شاء الله. نفسي قوي ان الولاد برضو نفس الفكرة اللي هي يطلع بره نفسه، انه يعمل حاجة لحد بقالي كتير ما شفتوش، تيتا وجده يمكن انا مش قادره اروح لهم، واحد صاحبي، حد عارف ان هو عايش لوحده ومحدش بيسال عليه، اعمل له ده عباره عن كارت. انا يعني لو ما فيش وقت ننفذه انا اوريدي عاملاه هنا. الكارت ده عباره عن اربع قلوب بنرسمهم جنب بعض كده، اوكي، قلب 2 3 4، وبعد كده بقصه، اوكي، وبلزق جواه دايره اكتب فيها اي حاجه واتنيه، ولما افتح الكارت الاقي الرساله اللي انا كاتباها. انا ممكن ببساطه جدا اكتب اي حاجه تاني. انا يعني كل طفل بقى هو عايز يكتب، عايز يرسم، لو هو مش بيعرف يكتب يرسم، وممكن ماما بقى تصورني وتبعتها للشخص اللي انا عايزه ابعتها له. خلينا دي برضو من الحاجات اللي بتخلي الطفل يفكر بره نفسه. انا عايزه اهتم بمين النهارده، هصحى الصبح يا ترى هعمل كارت ده لمين النهارده، عايز اسال على جده، عايز اسال على يعني حد مثلا زميل بابا عايش لوحده، ابعت له كلمه هتفرق جدا معايا. وعلى فكره الايام دي خلتنا نرجع تاني للتليفونات والتواصل تانية. والسؤال صحيح. على الناس، لان احنا صحيح. كنا فعلا كل حاجه واتساب ومش ما عندناش وقت ان احنا نكلم حد. فدي حاجه جميله، نعلم الولد الموده والاهتمام بالناس اللي حواليه. يعني ده يا جماعه احنا ممكن نعمل اي اشكال طبعا، وفي منها شكل الورده الجميله دي، وان احنا نكتب حاجه لحد احنا عايزين نوصل له رساله. وعلى فكره ممكن يكون الحد ده بابا، يعني انت ممكن تبعت لبابا وممكن تبعت لماما، مش لازم كمان يكونوا ناس بره البيت، احنا ممكن نستخدمها جوه البيت مع بعض. طيب خلينا نعملها، يعني احنا نعملها. ممكن نعملها. اوكي، احنا اول حاجه بنرسم دول اربع قلوب، فانا رسمتها هنا. احنا بنرسم يعني خلينا اقول كده ان احنا الاول بنرسم قلب زي كده، هو ده اللي انا هستخدمه في رسم بقيه القلوب. هستخدمه في رسم أنا الورده. انا برسم قلب وبعد كده برجع ان انا ارسم عليه بقى. ارسم عليه، انا كده رسمت الاربع قلوب جنب بعض. اوكي. اوكي، وبعد كده قصتها. اوكي. هاجي هنا هلزق. انا قصتها بعد كده بالشكل ده. انتم متخيلين القلب يا جماعه؟ انا شايف القلب كده هو، يعني انا القلب اهو موجود اهو، بس هو مش كله كامل يعني، ولكن شكله من فوق جميل، مدي شكل ورده كمان. اوكي. هلزق الورقة دي في النص. هنعمل دايرة بلون تاني ونلزقها في النص. أوكي. طبعا بقى اختيار الألوان، ولو الولد عايز هو اللي يلون، يعني أنا لازم أديله الحرية لأنه دي حاجة بيعملها بإيده، فلازم أديله الحرية اللي هو عايزه يعمله. تمام. أوكي، ممكن مثلا أكتب بأي لون هنا كده، أكتب الرسالة اللي أنا عايز أكتبها. احنا بس عايزين ندخل دي كده شوية هنا هي علشان تبان على الكاميرا. تمام. فاحنا ممكن نكتب بقى هنا اي، طب ممكن يعني ممكن كمان حد يستخدم ده في ان هو عايز يتاسف لبابا او عايز يتاسف لماما عن سلوك هو عمله، فهو ممكن كمان ممكن يستخدم حاجه زي كده. احنا ممكن نكتب فيها ايم سوري لو حضرتك تحب نكتبها دلوقتي. ممكن نكتب كده. حلو قوي. دي يعني فعلا لمسه المحبه دي بتفرق جدا مع الناس، وبتفرق انها لمسه محبه. لمسه محبه بتفرق انه الطفل يعني في اطفال على فكره مش بتحب تعتذر. في اطفال مش بتحب يعني ما عندهاش وقت تهتم بحد، دايما هي عايزه ايه، دايما بدور انا عايز ايه، انا عندي ايه، صاحبي عنده ايه وانا مش عندي. فاحنا فكل تفكيره عند نفسه بالاخر بالظبط. فانا بحاول احسسه لا يعني في حاجات تانية جميله ينفع ان احنا نهتم بيها غير نفسنا. يعني هو اللي انا عايز اقوله يعني ان احنا مش لازم تكون كل الالعاب بتاعتنا اللي احنا بنعملها مع الاطفال يكون الهدف منها تضييع الوقت. نحاول نستخدم كل حاجه احنا بنعملها مع الاطفال لتوصيل رساله وتوصيل قيمه او توصيل معلومه ممكن تكون بتفيده في حياته بعد كده. تمام. فاحنا هنجيب بعد كده، احنا عملنا ده كده. تمام. وبعدين هنجيب شاليمو، ودي انا قصه ورقه شجره. أوكي. اللي هنلزقها على الشاليمو هي، بس دي ليها تطبيقه معينه فانا عايزه بس اوريها لحضرتك. هي التطبيقه دي عشان نعمل نفس الشكل ده كده. اوكي. احنا بنتني نصين كده. تمام. وادوس جامد على الثانيه عشان اعرف يعني هاتني القلب جوه عليها. اوكي. اوكي، وبعد كده هنا برضو كاني بتنيها كل على كل على كل اتجاه يعني.
على كل قلب مش على هي نصين بس صح؟ هي هنا هيبقى في نص ده اللي هدخل الورقة من جوه. أوكي. وبعد كده في قلب فوق وقلب تحت أنا محتاجة أحددهم كأني بحدد القلوب يعني. تقريبا أنا بحدد القلوب كلها أهو. ما عدا القلب اللي على الجنب بقسمه بالنص. أوكي. أوكي. القلب اللي هو ده كده هدخلها لجوه. ودي عشان هدخلها شكل الورده يعني عشان لما اجي المه كده بقى قلب بقى قلب كله تمام. اوكي ممكن نفتحها ونقفلها تاني. انا كده دخلت النصين دول جوه وتنيتها كده حلو وبنفس العدل عشان لما يجي يفتح يلاقي كلمه معدوله هروح الزقها على الشاليمو. مرحله المسدس الشمعي دي نخلي بالنا قوي واحنا بنلزق عشان طبعا الأطفال. طبعا نخلي بالنا جدا ونخلي الاولاد بعيد لان انا قبل كده كنت بلعب مع اولادي واتلسعت انا شخصيا لان هم كانوا بيحاولوا ياخدوا مني فخلي بالنا جدا يعني. انا كده لزقت القلب فوق وهنا انا عامله قلب وحاطه فيها كليبسه من ورا بحيث انه انا امسكه من فوق كده عشان يبقى مقفول يعني كأنه رسالة بيفتحها. أوكي. حلو أوكي. جدا. ودي ورقة الشجرة حطها هنا. رائع جدا رائع جدا. هرجع أكد مرة تانية يا جماعة هي لزقت هنا تقريبا الشمع زيادة. أوكي. حلو تمام. حلو قوي جميلة قوي فكرة جميلة. هرجع أكد مرة تانية يا جماعة إن إحنا نسيب ولادنا هما اللي يشتغلوا ونسيبهم هما اللي يغلطوا ويتعلموا من الغلط ونعيد مرة تانية ومرة تالتة. وخدوا وقتكم بقى إحنا عندنا وقت طويل أصلا في خلال اليوم فإحنا ناخد وقتنا زي ما إحنا عايزين. بالظبط عندي فكرة فإحنا أكيد يعني في أفكار كتير والولاد هما نفسهم ممكن يطلعوا أفكار من عندهم. طب إحنا ممكن كتير. كمان نشوف إيه تاني موجود في البرطمان لأن إحنا خلاص قدامنا دقيقتين فقط. الباقي مش هياخد وقت فإحنا ممكن نقوله بسرعة. نرسم ونلون. ممكن نرسم ونلون. دي لازم ندي الولاد مساحة وما نقلقش من المكان من الأشعة المكان يعني تمام. لو هيلون ألوان مية معلش أشيل السجاد وأسيبه يلون براحته عشان يحس بحرية. حلو قوي.